عاجل لكل المصريين حقيقة تعويم الجنيه للمرة الثانية، ننشر التفاصيل وأول تحرك عاجل من الرئيس السيسي للإمارات بعدما حدث لها، ننشر التفاصيل أيضا، ورسالة عاجلة وهامة جدا من مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة والتنفيذ فورا، وأول تحرك أزهري عاجل ضد فيلم منى زكي المثير للجدل، والبحرية المصرية والبحرية السعودية وتحرك عاجل في البحر الأحمر ومناورات، ننشر التفاصيل. وسؤال لجميع المصريين، هل مصر تتعرض لأقوى موجة برد منذ 40 سنة؟ ننشر الإجابة لحضراتكم. وتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية من بايدن ضخمة لمصر وللرئيس السيسي، ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول موضوع معانا، وهو مش خبر ولكن توضيح مهم، وحقيقة تعويم الجنيه المصري للمرة الثانية. وطبعا هذا الأمر عاري تماما من الصحة، يعني إيه مش صحيح؟ يعني خبر كاذب، عبارة عن إشاعات بتنشر لحضراتكم من مصادر غير موثوقة. يعني لو حضرتك في جروب مثلا تلاقي حد نشر عليه خبر ايا كان هو، مش هنسلط الضوء على الخبر ده، ولكن في اخبار كتير بيتم نشرها بتكون كاذبة، فنوضح هذا الامر. هو فقط يعني على مدار هذا العام، عام 2022، هيكون في يعني هبوط للجنيه المصري، وده مش الهبوط اللي هو القوي، هيبقى هبوط بنسبة 5%، يعني مثلا بنتكلم في حدود 16 جنيه او 17 جنيه مقابل الدولار، مش ازيد، ولا هيبقى فيه تعويم، ولا الجنيه هيوصل ل 30 جنيه، ولا الكلام اللي انا سمعته ده واللي شفته. فبعد اذن حضراتكم ما تصدقوش اي إشاعات. ننتقل مع بعض لأول خبر معانا، وكان البداية بس يعني توضيح، أول خبر معانا وأول تحرك عاجل من الرئيس السيسي للإمارات بعدما حدث لها، وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم الأربعاء للإمارات. ليه؟ عشان يتشاور وينسق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية. في بيان نشره على صفحته على فيسبوك الرئيس السيسي، قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لدولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشقيقة الإمارات بتأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة. لافتا إلى أنه من المنتظر أن يبحث السيد الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات. وزي ما حضراتكم عارفين، يعني كان في هجمات من الحوثي على الإمارات، ربنا يحفظ يا رب دولة الإمارات الشقيقة، لأنها يعني في الوقت الحالي هي الرائدة في مجال السياحة، فطبعا الحاجات اللي بتحصل لها في الوقت الحالي تؤثر بشكل مباشر جدا على الاستثمارات في الإمارات وعلى السياحة أيضا في الإمارات. فربنا يحفظ يعني الدول العربية الشقيقة وصديقة لمصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ورسالة عاجلة وهامة جدا من مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة، ومصر تاني وتالت ورابع جددت المطالبة بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت ممكن يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ستارفيلد أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار في المنطقة،
من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التي تشهدها البلدان. وقال إن مصر بتحرص على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان الذي يعد أمنه واستقراره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. لفت إن مصر بتدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية ليهدف لحلحلة الأزمة الحالية. في ملف سد النهضة شدد على أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث مصر، السودان، إثيوبيا، وذلك اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 21. المصدر معانا كامل اليوم السابع، ومصر يعني تجدد طلبها بإبرام اتفاقية ملزمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة توافق عليها الدول الثلاثة. ولكن حتى هذه اللحظة، حتى وقت تصوير الفيديو، يعني إثيوبيا متعنتة بشكل كبير جدا في هذه القضية، ونتمنى إن شاء الله السلامة لمنطقة القرن الإفريقي، والموضوع يعني يتحل بسلام إن شاء الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والموضوع اللي يعني هازز السوشيال ميديا وهازز الرأي العام في مصر وبيثير الجدل، وأول تحرك أزهري عاجل ضد فيلم منى زكي المثير للجدل. ناشدت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات إلهام شاهين المعترضين على فيلم المثير للجدل في الفترة الحالية بأن يتوجهوا باعتراضاته للنائب العام. وقالت إلهام شاهين في منشور على صفحتها على فيسبوك بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة: بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبوا في بلاغ للنائب العام بيساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهم. كما نشرت إلهام شاهين منشورا آخر يفيد بالمعلومات المطلوبة لتقديم بلاغ للنائب العام لمنع هذا الفيلم. المصدر معانا كان من صدى البلد، وطبعا يعني إحنا قصدنا الدكتورة إلهام شاهين اللي هي يعني مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والبحرية المصرية والبحرية السعودية وتحرك عاجل في البحر الأحمر ومناورات. وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري بدء فعاليات التدريب البحري المشتركة المصرية السعودي مرجان 17 بالمملكة، حيث يستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات المشتركة لقوات البلدين. المتحدث أوضح أن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية سطح سطح على هدف سطحي، وتنفيذ رماية سطح جو على هدف جوي، وتنفيذ تشكيلات إبحار. أضاف أن التدريب بيهدف لتعزيز التعاون المشترك بين قوات البحرية لكلا البلدين، وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على المهام البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة، ما يساهم في رفع الكفاءة لقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين. المصدر معنا كان من RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبمناسبة الجيش المصري وتفاصيل صفقة أسلحة أمريكية من بايدن ضخمة لمصر والرئيس السيسي، ننشر التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصديقها على صفقة أسلحة لمصر بتشمل رادارات وطائرات C-130 سوبر هيركليز بقيمة تقارب من 2.2 مليار دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في بيان إن الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل لطائرة من طراز C-130 سوبر هيركليز ومعدات ذات صلة لمصر في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار. البيان أضاف أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأنظمة رادار للدفاع الجوي
ومعدات أخرى لمصر بتكلفة تقدر ب 355 مليون دولار. المصدر معانا كان من بعض الوكالات وآر تي، وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني عاوز أقول لحضراتكم أن العلاقات بين مصر وأمريكا يعني مش أحسن حاجة، ولكن علاقات استراتيجية مهمة جدا. ومصر صرحت في أكتر من مرة وفي أكتر من لقاء وفي أكتر من بيان، وقالت أن العلاقات الأمريكية المصرية يعني علاقات قوية ومتينة، ومصر لها دور مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا تعتمد على مصر وعلى القيادة المصرية في حل الأمور. عندك مثلا الأمور المتعلقة بإكان الصهيوني والفلسطينيين، فمصر هي كانت يعني اللي بتدير الحوار بين الطرفين. ولكن الآن أمريكا يعني تقوم بالموافقة على صفقة لتوريد الهيركليز سي 130 طائرة نقل عسكري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وسؤال لجميع المصريين: هل مصر تتعرض لأقوى موجة برد منذ 40 سنة؟ ومدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد كشف عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين: حقيقة تعرض البلاد لأقوى موجة صقيع مرت على مصر منذ 40 سنة نتيجة منخفض أيسلندا الجوي. شاهين أكد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لافتا إلى أن مصر ستتأثر خلال الـ 24 ساعة المقبلة بتقلبات جوية نتيجة كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، يتزامن معها منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على مصر. شاهين قال أن هذا المنخفض يؤدي بدوره إلى تكون سحب كثيفة تحجب أشعة الشمس فترات طويلة على كافة محافظات شمال البلاد، بجانب نشاط للرياح مصاحب لهذه الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا يعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط الرياح يزيد الإحساس من الانخفاض في درجات الحرارة على مدار اليوم. وتابع: الطقس بصفة عامة سيكون شديد البرودة على أغلب محافظات الجمهورية على مدار اليوم. المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة: فصل نائب من مجلس الشيوخ بسبب سيدة. وقرر حزب مستقبل وطن في مصر فصل النائب مصطفى محمد سليمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب. وكلف الحزب في بيان له الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ باختار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب، والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه. أكد الحزب أن اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعائلة تجاه النائب جاء في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وذلك لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات وزوجها، مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا آي إي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.